السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غيبة متوسطة مش طويلة، ما نقولوش طويلة. أنا غالب الفكرة راهي الحوت مكانش ياسر، وربي سهل بالقصر. ورانا في دخلة مدرسية تو، استحفظوا على الوليدات، هبط، وهم يجوني يقولوا يا مدري ما ياكلوش الحوت، لازمهم ياكلوا الحوت. راهو سمح الحوت لهم يا ولادي. اللهم صل على رسول الله. أنا فقاهم الليل ردوا بالي. وهو ما يحبش ياكل الحوت ولا لازم تاكل الحوت باش نروحوا نشرو ولد عمك الباهي ونعطوه الشوكولا. اه باش يقعد ياكل الحوت. ها هاي فيها الشوكولا. هاي الشوكولا هايلة هاي. هاي الدرية باش يقعد ياكل الحوت، ما ياكلش الحوت ما نعطوش الشوكولا. ولا ياكل الحوت يجي يشري الحوت ولد عمك الباهي ونعطوه الشوكولا. ها هاي الشوكولا هايلة. هاي ولد عمكم الباهي فيها الشوكولا، ياكل الحوت ما ياكلش لا. راهو زيد الذكاء الحوت يا وليداتي. فهمتوا؟ أخذوا راي بلدكم، أخذوا راي باكم وأمكم. هو الحوت يزيد الذكاء، يدخل يقرا باب ينجح. لا لا، ما كانش. أعطيني الشوكولا ثاني، لا لا. ها عمكم الباهي يشجع فيكم تشكلوا الحوت. قولوا الحوت. مرحبا بكم يا سيدي، هاي كاين السردينة اليوم يا سيدي. صلي على النبي، شوف سردينة ربي بارك، شوف فيها وجهك. تاع مستغانم ثاني، لا لا. ما نجيبوش الحوت تاع حكا ولا هكا ولا تاع الميل حلو ولا هكا، غطينا وكذا. وكاين الطون ثاني، ها الطون دوريجين هذا. هذا الطون هايل هذا، ها شوف شوف، هو مش هكا الطون في المرورية اللي يقولوا عنا تعملنا ومنا. عمكم الباهي ما عارفين اللعب ما كانش، يخدم كان حاجة دوريجين. فهموا يا ولاد، وهاي اللاتشة شوف حتى اللاتشة ثاني تضوي ربي بارك، شوف شوف اللهم صلي على النبي. شوف شوف اللاتشة كيف تضوي يا ولاد. وها الطون ثاني ها. طور ربي بالك ها لعب لا وها الدراد ها الدراد هاي ها دراد ربي يغلب عبدكم الباهي اللهم صل على النبي يحيى الزاهر فيفا لالجيري ها 1 2 3 فيفا لالجيري وخيبنا تونسي ثاني فيف حتى تونس فيف راهي كل تونس الزاهر راهم ملتحمين وها البوري تاع الكسكسي وتاع فقر الدم اللهم صل على رسول الله. ها شوف 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 قصصي هذا بضرب القصصي ويقول العام جاس. ها ها الصوريه الثانية. ها الصوريه اللي جايه اليوم ها. صوريه ربي يبارك ها. ها البوكه ثاني وريهم البوكه البيه ها. وهاي 25 ثاني ربيكه ها. ها المنشو هذه. ناس كل تاكل. ومرحبا بكم وريهم التليفون. مرحبا بكم ندعمكم الباهي اللي حاب يتصل يتصل خاصة حاجة ولا مريض من حاجة ربي يشفي كل مؤمن ومرحبا بكم وسيدي رانا في انتظار طبعا يا حجي وش حاجة خير كلها وكاي الحمد لله وإذا دخلت الكول استهل فندم هذا شو قلت وها هي اللي يحب انتو اللي يحب ينجح لوليداتها ينعمكم الباهي يشرلهم ومرحبا بكم على خير